السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الحريشات معمرين بالجبن والزيتون، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هنا عندي السميده اللي غادي نشدها ونبسبسها بواحد شويه ديال الزيت مزيان. هنا استعملت الزيت البلدي، غادي نبسبسها مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا. والله يوفق الجميع يا ربي، وشكرا لكم ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي وقناتكم بوشي فلوغ. صافي، من بعد غادي نزيد هنايا عندي الزعتر وعندي خميره ديال الخبز، غادي نخلط داكشي مزيان. ومن بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوى، جهد هكاك نص معلقه على حسب السميده اللي عندكم. صافي، كيما غتشوفوا معايا في الفيديو غادي نخلط الجميع، وغادي نخلي هذاك الخليط شويه جاري، ما غاديش نقصح السميده، غنخليها شويه جاريه. هنا نزيد واحد شويه ديال الزعتر. صافي، وتبعوا معايا الفيديو حتى النهايه، وشكرا لكم بزاف وهانتم معايا. وكما كتشوفوا من بعد غادي ناخذ الجبن وغادي نزيد معاه شويه ديال الزيتون كحل وشويه ديال الزيتون خضر، نقطعو هكا طريفات ونزيد عليه واحد شويه ديال الزعتر. صافي، ومن بعد غادي نعمر الحريشات ديالنا وغادي نبسطوهم بالطريقه اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو، ونديرهم في المقيله وهانتوما معايا حتى لنهايه الفيديو. والله يوفق الجميع يا ربي، وشكرا لكم بزاف بزاف.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشات ديالنا احبائي. نتمنى تجربوهم، كيجيو لذادين لذادين بزاف. وشكرا لكم على المشاهده وعلى المتابعه، والله يوفق الجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.